كما توسط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي صورة تذكارية مع نماذج مشرفة للمرأة المصرية خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 والمنعقدة بمركز المنارة. وحرص الرئيس السيسي والسيدة قرينته على تكريم النماذج المشرفة للمرأة المصرية بصعوده إلى منصة الاحتفال، وصافح الرئيس العديد من الأمهات المكرمات وأدار معهن حوارا وديا أصغى فيه باهتمام إلى حديثهن.